أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلدية والزراعة أكد أن الوزارة عززت التنسيق بين جميع الإدارات المعنية في أمانة العاصمة والبلديات والمجالس البلدية، وذلك في إطار تكثيف الاستعدادات الخاصة بموسم الأمطار. وبيّن سعادة الوزير بأن الوزارة تعمل بشكل متواصل على رفع استعداداتها لموسم الأمطار من خلال تهيئة التجهيزات اللازمة وفرق العمل للتعامل مع الحالات الطارئة. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سعادة وزير شؤون البلدية والزراعة إلى أمانة العاصمة وبلدية المنطقة الشمالية وبلدية المنطقة الجنوبية للوقوف على الاستعدادات المتعلقة بتأمين الصهاريج والمضخات واستعراض الآليات المتبعة للتعامل مع موجات الأمطار التي تهطل على مملكة البحرين.